نزال غريب من نوعه في ألمانيا يجمع أكثر من 150 شخص في موسم الصراع بالأصابع أو ما يعرف باسم فينجر هانكن. مصارعو الأصابع اجتمعوا في خيمة كبيرة جنوب ألمانيا فيما حضر نحو 1000 من الجمهور ليشجعوا الأقدر على الفوز في هذه المنافسة الشهيرة في مناطق جبال الألب بألمانيا والنمسا، وتعرف أيضا كوسيلة لتسوية النزاعات. خلينا نسوي نزاعاتنا بالأصابع. سوي كذا هي ليست عيني يا ريم. نحن زمان عندنا حركة هي برضو بالأصبع، جيبي أصبعك هي كده أيوة. معناه نحن تخاصمنا. لا كده عندنا نحن كده تصالحنا يعني صراحة خبر غريب جدا. هو خبر غريب جدا ولكن هذه المباراة تحديدا وهذه المنافسة يعني ينتظرونها، انقطعت فترة في ألمانيا أيوة. ثم عادت وعليها إقبال شديد، وحتى المتنافسين يتنافسون بالأثقال، يعني يتدربون بالأثقال قبل المنافسة. أنا صراحة عجبتني، رغم أنه ودي أشارك معه، كنت بعتقد أنها محتاجة لجهد، يعني طالما بالأصبع محتاجة لعضلات الأصابع، وعادة ينفصل المفصل، يعني يعني المتنافسين يقولون إذا شخص مشي بشكل سليم أو أصابعه كانت سليمة بعد هاي المنافسة معناته غش.